يجب أن يعلم أولئك الذين يحملون هذا المشروع ومن وراء هذا المشروع أن المسألة أكبر من استهداف أشخاص وأكبر من استهداف مباني. القضية أكبر بكثير، قضية هوية وقضية تاريخ. النكوخ من أكواخ أبناء اليمن ومن عجائز اليمن، والله الذي لا لون أن يعتبره أعظم من هذا. طبعا هذه أعمال الميليشيات الكهنوتية الحوثية الإيرانية، نحن ماضون من أجل الدفاع عن كرامة اليمنيين وحريتهم. لا يهمني البيت ولا يهمني شيء، بلاد مستباحة، ايش يعمل بيت ولا بقصر ولا بكذا، وليس هناك وطن، ما فيش وطن، انا وطن منهوب من قبل ميليشيات وعصابات مستعدة للضحي بدمائنا وانفسنا واولادنا وكل ما نملك. استحداث لمنزلي ليس اقلع من المنازل التي استحدثوها، وابنائي ليس اقلع من مثلهم في المنازل اللي راحت.